صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن يكونوا بخير. اشتقت إليكم كثيرا واشتقت إلى أسئلتكم الجميلة. اليوم سوف أتحدث معكم عن أصدقاء. هذا هو صديقي الدب ماجد، وهذه صديقتي العروسة هدير. انظروا ماذا يفعل الدب ماجد. الدب ماجد جالس على الكرسي، وعروستي هدير تقرأ الكتاب. تعالوا معي، سوف نخرج ونبتعد عنهم. هيا هيا هيا. من يتذكر ماذا كان يفعل الدب ماجد؟ أحسنت، الدب ماجد هو جالس على الكرسي. أما العروسة هدير هي تقرأ الكتاب. أتحدث عن كلمات جديدة في كلامي. من يستطيع أن يخبرني ما هذه الكلمات؟ أحسنت، لقد قلت هو وقلت هي. ما معنى هو وهي؟ انظروا. هو تقال عندما أتحدث عن أحد لا يجلس معي، عن أحد يأتي من معي، عن أحد غائب لا يجلس معي في الحجرة أو في المكان الذي أتحدث فيه، فأقول هو. وتقال على المذكر أي الولد. أما هي إذا أردت تحدث عن المؤنث وهي ليست جالسة معي، أو هي خارج الغرفة، أو إنها تأتي من بعيد، هقول هي تلعب، هي تقرأ. مرة أخرى، هو يأكل، هو جالس على الكرسي. صديقي هو يشاهدني الآن، صديقتي تشاهدني، هي تشاهدني، هي تقرأ، هي تكتب. هكذا يبقى لدينا هو وهي. ما معنى هو وما معنى هي؟ معلمتي هلو معي، سوف أقول لك. هو وهي اسمها ضمائر الغائب. ما معنى ضمائر الغائب؟ ضمائر أستخدمها قبل الجملة عندما أريد أن أتحدث عن أحد لا يجلس معي. هذا هو صديقي، سألته سؤال، ماذا يعمل والدك وماذا تعمل والدتك؟ قال لي هو وطرق لي الجملة فارغة، هي وطرق لي الجملة فارغة. هو يعمل ايه؟ ضابط، هو طبيب، هو مهندس. هكذا هو طبيب، هو ضابط، هو مهندس. وعندما سألته ماذا تعمل والدتك قال هي معلمة، هي طبيبة، هي وزيرة. هكذا يبقى هو للمذكر وهي للمؤنث. أريد أن تفعل هذا النشاط مع أخيك وتسأله ماذا يعمل والدك وماذا تعمل والدتك. شكرا لكم، مع السلامة.